خويا بغيت المزير. شوف راه البنت المغربية تقول لك عادي المزير، اتيني اتيني بالمزير. مال هذا اصدقاء ومن واللي ما حبنا مقلب جديد اصدقاء. سؤال محرج جدا، شاهد شاب يسأل البنات لماذا يلبسون سراويل ضيقة، ولكن دابا هذا اللي داير مقلب هو في الاصل تيلبس سراويل ضيقة، ما عرفتش علاش ما صورش راسه. يلا دابا هذا اللي تيبان لكم هنايا هذاك ماشي سراويل ضيق، غادي نشوفوا اصدقاء المقلب هذا. السلام، واحد السؤال ضرني في راسي بزاف هاد الايامات هادي بصراحة، ما عرفتش منين بدا هذيك. السؤال هو علاش انت لابسه سروال مزير دابا مثلا؟ يلا لقى لا من غير قال، كاين شي سبب من غير قال؟ كاين شي سبب عجبني ولبس. واخا كاع هاد الناس كاملين اللي في هذا المغرب كاملين قال لهم راسهم خصهم يلبسوا سروال مزير بحال هكا، ما عرفتش كل واحد وكيفاش. دابا انت فرحانه بحال هكا؟ عادي عاجبك الحال؟ علاش؟ شنو هو المشكل؟ لا انا غير سولتك جاوبني. وعلاش سولتك انت؟ علاش سولتي هذا السؤال؟ علاش انا كنسولك؟ دابا انت كتسولي علاش انا كنسولك؟ علاش انت كتسول هذا السؤال هذا؟ انا بغيت نعرف الجواب. انت كنت التفكير ديالك عادي، ما تفكرش. لا التفكير ديالي جد عادي، داكشي علاش انا كنسولك علاش لبستي السروال. كون كنت التفكير ديالك عادي ما تسولش هذا السؤال، حيت يجيك عادي. يبي لي على سروال لابسه او كره سروال الفورما اللي تستعجب الخضاره عزيقة. اوي 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 في الغدا بدك. اوي دابا انت مقتنع بهذا اللبس هذا؟ مقتنع بهذا. سلام، شكرا. كنبقاو فيا دوك الجوج غير يوصل اصدقاء تبلبلهم ما يفهموا والو في الطريق اصاحبي، غير يشوف الميتي نوض. اختي واحد السؤال بسيط ومفهوم، علاش كتلبسي سروال مزير؟ بغيت. نعم بغيت. بغيتي؟ لا علاش؟ بغيت نعرف انا الجواب. حياتي انا بغيت نعرف الجواب. لا ما تجاوب، ما تسولنيش، ما حقكش تسولني. يلا غبر رجل اصدقاء، شنو هاد البسالة هادي؟ مقلب اصاحبي غادي عند البنت علاش تلبسي سروال مزير؟ تا عاجبك ديك السروال ديال القطيفة اللي لابس؟ لاحظوا معايا هاد جوج بنات فاش غادي نسولهم غادي يبقاو ساكتين حيت وكيلا جاهم السؤال غريب. علاش انت دايرة ذكر؟ علاش انت لابسة سروال مزير؟ كما قلت لكم هما سكتوا حيت السؤال جاهم غريب، وبصراحة راه كاين مكثر من هادو. نكملوا الفيديو. نعم؟ لا ما تخافيش، شتك كتشري لصاك. شوف نهائيا انا ماشي ملك هنا. دابا انا كنسول، عندي سؤال في بالي، علاش انت دايره هكا؟ علاش انت لابسه سروال مزير؟ فين تيسكن هاد الاصدقاء؟ فين جات هاد المدينه اصاحب؟ فين جات هاد المدينه بلا غريب؟ ما خفتيهاش الجبده هذيك؟ راه هذيك اللي من لهنا داير داك اللون صفر صفر مزيف، الجبده تحلوها اصدقاء. شنو غنلبسو؟ نعم شنو غنلبسو؟ شنو غتلبسو؟ يعني حنا لابسين سروال، حنا مستورين. شوف انتوما كتهضروا معايا وعقلكم مشوش، انا كندير التجربه الاجتماعيه هي كاميرا كاشي، فهمتي؟ دابا انت اللي كتهضري معايا وخايف انا نزركم. شوف راه كاميرا شتيها؟ اه شنو؟ لا ما تقولش لي يمشي عند هذا الطالبات. اختي سمح لي نسولك، بغيت نسولك اش الحاله دايره في راسك؟ بغيت نقول علاش دايره الماكياج ولا لابسه سروال مزير؟ سمح لي اخويا وجهي فيه باينه الماكياج. واخا الماكياج نحيدوه، علاش لابسه سروال مزير؟ انت برافو عليك، انت بلا ما نهضروا عليك. لا انت كلمات اصدقاء بشولية ما بقيت عارف شنو نقول. السلام عليكم. يلا دابا انت شنو بالك في هادشي هذا؟ يلا مية هي ها؟ مية هي هذيك، ما عندك حتى باري بعد ديال ديك اللي كيدير ديك كاميرا خفية. ها عمو مالو؟ قال لي ما عندك شي اباري زعما باغي دير لي شي برانك، يعني هاد المدينة هذا اللي ساكن فيها تخونا هذا عمرها برانكات على ما يتضح لنا اصدقاء. تنتوما بان لكم هاد البلان فين تيسكن هذا اصدقاء؟ جبدوا لي اصدقاء مدينه فين تيسكن ومشيو نديرو اصدقاء شي مظاهره كاملين يحبسوا له هاد البرانكات باغوا يجيو حتى شي ما بلانش صح. اما لا شي بلاش اتمرقوا ولا ما تمرقوش؟ شو راه دبروها معايا هزو هادو اصدقاء وغادي نقصدو ديك المدينه غاو لا يدير برانكات انا عجبوه. ما تقولش انت كتفرج فيا ها؟ يا صاحبي ديك لا بصح بصح صاحبي ديك اللعيبه ما كتشوفونيش هنا
لا والله ما عرف خاطر روحك الله يلا خاطر تبارك الله عليك الله عليكم شكرا الله يلا خاطر بالله عاقب الكاميرا لاش دايره لك لاش دايرين لك هاد الشمس هاد الشمس مغوجوله ما كاينش علاش دايرين لك ما سؤال ما والو هذا انت ما خفتيش هذيك اللي جالسه تماك تدخل فيك بشي كوفراج مالي يمك شنو تدخل فيك بشي كوفراج صافي تكل العيون سير عند هذيك ما تمشيش عند هذيك اخاي تسول غادي عند جوج بنات حسس من لما جاوبتيش علاش لابسه سروال هو ماشي مزيرو كي مزير ماشي بسروال مزير غادي عند هذيك اصاحبي هذه دي مسكينه واخا تلبس سروال مزير ما عندهم ما يصوروا منها ولا هذيك الاولانيه اخ بحال هذوك خصك تسول وانت راسك مالو في هنا يا سيري لاك فغولو علاش دابا فيك راه والو زياد السلام بغيت نسولك اش دايره لاك كارو ديال الماكياج باش نعم خديني لا بصح علاش نتا دابا انا كنسولك اش دايره لاك واش دايره الماكياج عاجبك راسك مازال ما جاوبتني ياك ولكن عاجبك علاش الناس كيديروا سروال مزير كيديروا لاكاب كيديروا العالم كامل انا انت ما محسوبش على هذا العالم تبارك الله عليك اختي مضايقه هذا غيجي عندي اخي جبري يسولني شي سؤال ديري شي مقلب شنو ندير ليه لي كانوا اصلا بربريان تن كندير لك كاميرا كاشي تجربه اجتماعيه فهمتي لي اللي عرفتي اه راه فاش شي هي قلت وكان البنت عاقب ليا خويا هادي غنمشي تجربة اجتماعية هادي غير مضايقة اجتماعية ابن المريح جاي تشوشوش عليه فهمتي لي اللي عرفتي راه فاش شي هي قلت وكان البنت عاقب ليا حسيت بها لا انا حسيت بها ماشي ما حسيتش بها تبارك الله عليك انا كنشوف ما طحت لكش على بان نكون انا لا ماشي هكا لا انا سؤال ديالي عادي ياك مفهوم السؤال شنو بالك فيه وين دار وقتهم هادي وقتهم وقتكم نتوما ما كانش بحال هكا وشنو علاش ما كانش بحال هكاك كان بحال هكاك قال لي يا اخي ديالي واحد الراجل حدانا كانوا السراول مزيرين وكان كان كلشي فهمتي راه ماشي ما كانش شحال هادي هادشي كازا كانت بحال لا فرنسا فهمتي كان بيساويه وشنو كيبان لك انت في هذه القضيه عيب عار مزيان عادي ما عادي ما كان حتى مشكل عادي سمحوا لي وي على بساله ويلي غادي عند امها مع امها صاحبي احراج هذا هو الاحراج الصاد مسكينه المراه غاده بالتركل جي واد راسو دير ها طول من راسي جي يسول الصاد علاش بنتك لابسه بحال هكا والدهيل لا عقلي يدير يا خاي وتلقى اصدقاء هذا شي وحدين من العائله جي يلبسوا بحال هكا بسراو المزيرين ما يمشيش يعرف يسولهم علاش ديروا غادي يسول بنات الناس اختي سمح لي نسولك سمح لي اختي نسولك ناري سؤال فواد علاش دايره هكا اجي نسولك حتى انا كنشوفك في اليوتيوب صافا صافا يلا حاولي تعرفي الكاميرا كاشي فين هي كنحاول نشوف يلا وشوفي شوفي معايا ليه لكن صعيب مزح تلعب مش تيش والله راهي تبارك الله عليكم ما تذكرش خاص فيكم اللقطه ازيك هذاك الكجيم ياك لابس شرف ديال ليا الحمد لله شوف لا زوين ولاد ازرق ولاد اخي دي ولا تعزغ ماشي بحال هكا ودي دايره لو جيم شو على بياسه الصاط اختي انت سير تفرج في شي حاجه دقيقيه فهمتي غادا تفرج في ولاد فاد زاد هذا هذا اصدقاء والله الا بياسه الصاط هو مسكين عقلها على قد الحاله هذه باين ما بقى ندوز اللقطه البسيطه معكم لا ماشي مشكل شكرا بزاف سمح لي كاينين لي فان وكاينين لي فام وومن وومن خويا بغيت المزير شوف راه البنت المغربيه قال لك عادي المزير اتيني بالمزير مال هذا اصدقاء ومن ومن اصدقاء من نديرو اذا اصدقاء كسر الفيديو اليوم تنزل لكم لهم نتوما تخرجوا من المدرسه وكذا ما عرفتش واش نبقى نحطو مع 6 ولا 9 و 4 ولا اي وقيته خليوها في الكومنتير مال هذا ومن